ثقة الجمهور، وانا الحمد لله خدمت ديجا العام اللي فات ويعرفوا صورة تاعي الطيبة. راح ان شاء الله نكونوا فريق ان شاء الله في مستوى تطلعات شبيبة سكيكدا على مدينة سكيكدا وعلى الجزائر ان شاء الله. ورانا لازمنا نعملوا، لازمنا نعملوا بزاف. عندنا عمل يسمى فينا برنامج مع المدرب جيجي غوميز، وان شاء الله هذه كرة قدم تسمى، لازمنا نحسنوا من المستوى تاعنا. والاهداف ان شاء الله هذه كيتبان الانسان، ما كاش كل واحد ما يخدمش بلا هدف، ما راهوش لازم يكون الهدف ان شاء الله. طبعا الهدف هو الصعود. ما نقولكش الصعود، احنا لازمنا نخدموا فريق، عندنا فريق، عندنا خدمه كبيره ان شاء الله. كي نحسنوا المستوى الفني تاع الفريق تم نتكلموا على الصعود ونتكلموا على امور ان شاء الله. حتى انا ما نقدرش نحكيوا على الصعود. ما نحكيوا حتى على الصعود الساعه هذه. كيما مركوب ديماراج تاعكم واش كان، شحال لازم نكملوا بلوك؟ جانب المادي انا ما نتكلمش عليه دركا. ان شاء الله كاين كونفيرونس دو بلاس ونهضروا ان شاء الله. شكرا.